صاحب السؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يستعمل الحناء في لحيته ويديه ورجليه؟ الجواب: خضاب اللحية بالحناء تغييرا للشيب جائز ومشروع، بل هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: غيروا الشيب وجنبوه السواد، غيروا الشيب وجنبوه السواد. وفي رواية البخاري: خالفوا اليهود والنصارى وغيروا الشيب. قالوا: كيف نغيره؟ قال: حمروا أو صفروا. فالتحمير بالحناء والتصفير بالكتم. الكتم ده نوع برضه يشبه الحناء، بس ده الفرق بينه وبين الحناء أن الحناء تحمر وده يصفر. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخلط الحناء بالكتم، يعني يخلط الشيء الذي يحمر على الذي يصفر، فيعطي لونا يعني قريبا من الايه؟ من البني الغامض. هكذا كانت يفعل سيدنا عمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا طبعا بالنسبة للنساء وللرجال، يعني تغيير الشيء لا من السنة. ولذلك تجد اليهود والنصارى لا يستعملون الحناء ولا الكتم، لأنهم يعرفون أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يخالفون السنة. أما استعماله أي الحناء فيما عدا اللحية فننظر، إن كان للتداوي فهو جاهز، يعني لو واحد في رأسه يعني مرض جلدي أو في وجهه ووصفت له الحناء كدواء لا شيء فيه. وكذلك في اليدين والرجلين إذا كانت في التداوي كما يفعل بعض الناس حينما يأتيهم نعومة في أيديهم للعمل فيخشنوها بالحناء، فهذا جائز طبعا لأنه يعتبر دواء. يعتبر. أما إن كان للزينة كما يستعمله العرسان في ليلة الحناء فهذا لا يجوز، لأنها زينة، والزينة خاصة بالنساء، خاصة بالنساء، فالنساء يستعملن هذه الزينة في الأيدي والأرجل، لكن الرجل طبعا غير جائز لأن فيه تشبها بالنساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. مخنث يعني يتشبه به للنساء. فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يتشبه بالنساء مخنث. قال: فأمر به فنفي إلى النقيع، والنقيع موضع يبعد عن المدينة المنورة حوالي 110 كيلو، يعني مكان بعيد، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان. فقيل: ألا تقتله يا رسول الله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. ذلك الدلالة على أن التخنث وهو التشبه بالنساء أمر يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود، وفيه أبو يسار القرشي من جنبه. ومن هذا أخذ العلماء حرمة
الخطاب بالحناء في الأيدي والأرجل للزينة بالنسبة للرجال. لكن الناس يعتقدون في الحناء عن قاعدة أخرى، يعني يقول له مثلا لو ما تحناش العريس ممكن ينشوها. طبعا ده كلام غير شرعي طبعا، وكلام لا يصح ولا يليق. يعني ايه دخل الحناء في هذه الخرافات؟ ولا في حاجه اسمها المشوهه، وانما ده تبع علم الرقه، تبع علم عفيشه عن عفيشه كما يقول الشيخ عبد الرب رحمه الله. يعني لا صله له بالاسلام ولا صله له بالشريعه. يعني يخطب نفسه بالحناء ولا يخطب نفسه بالعطر اللي هو سنة. يعني العطر هذا سنة لا يستعمل، ويستعمل ايه؟ الحناء اللي هي الماء المحرم. تاني بيسأل يقول ما رأي الدين في تغيير الشعر الأبيض من الرأس واللحية بالخطاب؟ وعن ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز صبغ الشعر بأي لون غير الأسود، غير الأسود. يقولنا بالحناء أو الكتم، التحبير أو التسفير. أما الصبغ بالأسود ففيه قولان عند العلماء. الأول يحرم تغيير الشد بالسواد، ذا القول الأول، وذا قول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام الشافعي، والصحيح عند الشافعي. واستدلوا على التحريم بما رواه جابر بن عبد الله قال: أُتي بأبي قحافة هو والد سيدنا أبو بكر يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالصغامة بياضا، والصغامة نبات أبيض الزهر والثمر. الصغامة نبات أبيض، أبيض الزهر يعني يطلع زهر أبيض، ويطلع ثمرة بيضاء. وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج، يعني منظر الشجرة كله أبيض. أحيانا تلاقي في الكافور، الكافور أحيانا تلاقي القشرة بتاعته تقع فيبقى زي الجيل أبيض، الشجرة كلها بيضاء. يعني هي زي كده، بس ذيك الشجرة كلها يعني حتى الفروع وحتى الأوراق حتى في الورود المنتزهات تلاقي بعض الأشجار ورقه أبيض، يعني يشبه اللون الفضي كأنه مدهون، لكن هو مش مدهون، هو لونه هكذا. يعني الصغامة شجرة تبيض كأنها الثلج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. على لحية سيدنا قحافة والد سيدنا أبو بكر: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، يعني أي شيء يغيره تحميل أو تسوية. وأخذ هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل وغيره. القول الثاني: صبغ الشعر بالسواد مكروه وليس بحرام، ده القول الثاني. يعني جائز مع الكراهة. طبعا فيه قول بس مش ذكر الشيخ هنا، قول ثالث بالجواز، بجواز الصبر بالسواد. واستدلوا يعني بفعل سيدنا عثمان كان يصبر.
كده بالسواد. سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه كان يسبو ايضا بالسواد، وبعض التابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم. ولذلك قال: فان كان لغرض شرعي كارهاب العدو التفت الكرامه ويؤجر الشخص عليه. يعني افرض واحد شاب يعني عجل له الشيء، هو شاب في الثلاثين في الاربعين، وبعدين هيشترك في الحرب. العدو طبعا لما يلاقي واحد راسه ابيض او لحيه بيضاء بيستهتر بيه، فهو لو خطر بالسواد صبر بالسواد ارهابا للعدو وتخويفا له لم ياخذ اجرا على ذلك. وده اللي اظن ان سيدنا الحسين كان بيعمل كده علشان هو كان شاب وعجل له الشيء. وهذا قول المالكيه والحنابله وقول للشافعيه، هو الجواز مع الكراهه، جواز صبغ الشعر بالسواد مع الكراهه. بل وسندهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: انما احسن ما اختبئتم به لهذا السواد. ان احسن ما اختبئتم به لهذا السواد ارغب لنسائكم فيكم واهيأ لكم في صدور عدوكم. اخرجه ابن ماجه باسناد حسن. ولذلك الامام ابو يوسف عشان اطلاق الحديث من صاحب الامام ابو حنيفه رضي الله عنه قال: يجوز الخطاب بالسواد مطلقا. وروي عن سيدنا عثمان وعن سيدنا الحسين رضي الله عنهم. ان احسن ما اختبئتم به لهذا السواد ارغب لنسائكم فيكم. يعني ما يجعلش المراه تكره الرجل الشاب. وكذلك يكون اهيب للعدو، يخوف الشاب يخيف العدو اكثر من من الرجل الكبير. والحق ان الاحاديث الوارده بتغيير الشيء وبالنهي عنه ليست متناقضه، فتحمل احاديث النهي نهي عن الخطاب بالسواد، يعني غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، تحمل على الرجل الكبير الذي يكون شيبه كشيب ابي الحاف. يعني واحد في السبعين او في الثمانين وراسه بيضاء، فلماذا يخاطب بالسواد؟ لان في خطابه بالسواد تدليسا، خاصه لو كان يريد الزواج مثلا، هو ابن الثمانين او السبعين يخاطب راسه ولحيته بالسواد، يعني حتى يقال انه ابن الاربعين او الخمسين، يغش في 30 سنة. فكده يبقى تدليس وحرام لا يصح. وتحمل احاديث الاباحة على الشاب الذي ابتلي بظهور شعر ابيض في راسه. احيانا في المرحلة الاعدادية او الثانوية او الجامعة ورأسه أبيض. ولقد روي عن بعض العلماء: الترخيص للمرأة بالخطاب بالسواد لتتزين بزوجها. كذلك المرأة التي ابتليت بتعجيل الشيء في رأسها يجوز لها أن تتخطب، تحط في حناء الآن حناء سوداء، فيجوز للمرأة أن تخطب رأسها بالسواد للزينة، للزينة الخاصة بالزوج.
السؤال الذي بعده يقول: ما حكم نتف الشيب من شعر اللحية والرأس؟ الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره نتف الشعر الأبيض من لحية الرأس والشارب والحاجب. يعني بعض الناس مثلا الحاجب يبقى فيه شعر أسود، أو الشنب مثلا، أو الحاجب، أو الرأس، أو اللحية، فقال يكره، لأن الحديث وارد أن الرسول يقول: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. هذا طبعا من فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، يعني ينير له يوم القيامة، كما سيأتي الحديث الآن، لأنه طبعا الحديث بكى أخرجه أحد أصحاب السنن الأربعة وابن حبان بأحاديث حسنة. يعني شوف كل مسلم بعدد رأس شعره وشاربه ولحيته وحاجبه إذا شاب له بكل شعرة حسنة. وقال: ورفع عنه ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. يعني زي ايه؟ زي خطوة إلى المسجد، تكتب حسنة وتحط خطيئة وترفع ايه؟ درجة. كل شيبة يشيبها المسلم في الإسلام. وقد أخرج الخلال في جامعه أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقص الشارب، فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها. يعني لقي شعرها في لحية النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأخذها، فأهوى بيده ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وده يفسر الحديث، ده بيفسر: لا تنتف الشيء فإنه نور المسلم. كيف يكون الشيء نورا؟ يعني يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ذهب الظاهرية إلى تحريم الشيء، نتف الشيء، لأن الأصل في النهي للتحريم. قال الإمام النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح، الحديث لم يبعد. لكن الجمهور على الكراهة. الحكمة من جعل التراب بدلا من الماء. سؤال بيقول: الماء منظف والتراب مشوه، ومع ذلك يأمرنا الله عز وجل بالتيمم بالتراب عند فقد الماء أو تعذر استعماله، فما هي الحكمة من جعل التراب بدلا من الماء؟ يعني واحد بيقول يعني الميه منظف في الوضوء والغسل والاستبراء والاستنجاء، لكن التيمم يعتبر تراب، فكيف يكون منظفا ومطهرا؟ ولذلك القرآن لما قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
امسحوا بوالديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وعلى كل شيء. فبيقول هنا يعني التراب اصبح مطهرا كالماء، مع ان التراب في اصله تشويه، يعني ما بينزلش الايه الوسخ او الغبار، لا ده بياخد الغبار ويضعه على وجهه ويديه. فهنا طبعا لم يجعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج لنؤدي ما كلفنا به من العباده بدون مشقه، بدون مشقه ولا عناء، ليكون القلب خاليا من شوائب الاكتار، ويكون العمل خالصا من الاغيار. الا ترى ان الصلاه يشترط في ادائها الطهاره بالماء؟ فاذا فقد الماء او تعسر الحصول عليه وحل الوقت الذي يؤدى فيه الفرض، جعل لنا التراب عوضا عنه لئلا يكون للانسان عذر في عدم الصلاه. وهذا من باب التيسير، يعني العباده ميسره، ان لم تجد الماء تيممت بالصعيد الايه الطيب الطاهر الذي يصعد على وجه الارض. وفي جعل التراب بدلا عن الماء في الطهاره حكم كثيره. الاول ان التراب لا يخلو منه مكان، وهو العنصر الذي خلق منه الانسان، خلقكم من تراب ثم من نطفه سبحانه وتعالى. فالتراب موجود في اي مكان حتى يكون الشر امرا بشيء موجود غير متعسر، يعني الماء موجود لكن احيانا يخلو منها المكان، لكن التراب لا يخلو منها المكان، ومن ثم كان بدلا عن الماء. الثانيه اسلام النفس الاماره بالسوء بوضع التراب الذي هو اخس شيء على الوجه الذي هو اشرف الاعضاء. فده لون برضه من الوان الابتلاء والاختبار والتذلل لله تعالى. شوف يعني انت تضع يدك على الارض او تضع يدك على الحجاره ثم تضعها على وجهك الذي هو اشرف الاعضاء، والتراب اخس شيء، يبقى ده امتثال ايه؟ امتثال امر. فهذا ابتلاء واختبار لاخلاص المؤمن، هل يعمل او لا يعمل. لو واحد متكبر يقول لك لا انا ما احطش التراب على وشي، ده الايه؟ المتكبر. لكن المؤمن يمتثل طبعا، يمتثل. الثانية بيان فضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن التيمم لم يشرع للأمم السابقة، وهو رخصة لنا من الشارع الحكيم حتى لا يجهد النفس في الحصول على الماء عند أداء الفريضة خالص. ما دام لم يجد الماء أو وجده ولكنه عاجز عن استعماله للمرض، يبقى أيسر شيء هو التراب أو كل ما صعد على وجه الإيه؟ الأرض. خلق منه الإنسان.
العنصر الذي خلق عن الإنسان ده أول إيه؟ أول حكم. فهنا أمر الشارع بشيء ميسر، لأن الماء قد لا يوجد في أرض، وقد يوجد ولكن صاحبه يعجز عن استعماله، يسموه العلماء في الفقه الفقد الحكمي، يعني يفقد الماء حقيقة أو حكما. حقيقة يعني لم يجد الماء، وحكما الماء موجود ولكن يعجز عن استعماله، يضر لأنه يضر. وفي الحالة دي يتركه ويستعمل الحجر أو التراب. وبعدين برضو بيان الشرط، لأن التيمم ده خاص بالأمة، يعني من خصوصيات الأمة التيمم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو تربتها طهورا. الجملة اللي هي بتدل على الأنبياء بخمس أو بستة، من ضمنها إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لكن الأمم السابقة كانت البقاع محددة، البقاع التي تؤدى فيها الصلاة محددة، أماكن معينة. وإذا لم يجد الماء لا يتيمم، وإنما يصلي ما فاته حين يجد الماء. مشان لكن شوف بيان فضل الأمة المحمدية، أنه جعل لها التيمم خصوصا لها. خلي بالك، في بعض الناس يشك في صحة الصلاة بالتيمم، وده عمل خطير طبعا، يعني على شفا حفرة من الكفر، لأنه كأنه ينكر التيمم. يقول لك إيه، طب الصلاة تنفع كده؟ يعني ما عملناش حاجة، يعني ضربنا ضربة للوجه، ضربة تانية للدين، شايف هو يعني جاب العضو ومفيش حاجة حصلت. يعني ده واحد بيحط دي مثلا على حجر أو تراب ويعمل كده، يمسح وجهه ويديه، مفيش حاجة تانية، وسهلة جدا. فطبعا أحيانا يقول لك طب ما نعيدش الصلاة تاني. كيف تقول؟ لو أمرك أن تصلي تيمم كيف يأمرك بالإعادة؟ ما دام الصلاة صحيحة ولا إعادة. ولذلك من الحكمة اللي هي الرابعة إظهار امتثال العبد المؤمن لأوامر ربه، حيث يضع التراب على وجهه ويديه بدلا من غسلهما، مع أن الماء منظف والتراب مشوه. لكن هنا عاد إظهار الامتثال. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: التراب طهور المؤمن ولو عشر سنين. التراب طهور المؤمن ولو عشر سنين. يعني لو واحد قاعد مريض عشر سنين، وطبعا من باب اولى كمان لو قاعد 20 30، لو قاعد حياته كلها لا يتوضا لوجود مانع من الوضوء، مانع من استعمال الماء. في بعض الامراض الجلديه التي تصيب اليدين والرجلين والوجه، طبعا عدوها الماء، ممنوع استعمال الماء، ده خلاص يجب في حقه التيمم إلى الممات.
ده حتى الميت إذا لم نجد ماء في مكان ما أو تهرى جسمه مثلا، لو حطينا المية اللحم هيبع كما في الغريق اللي قعد مثلا أسبوع ولا حاجة في المية أو احترق، فلو حطينا مية عليه جسمه يقع كده يتفكك، يبقى ده إيه؟ يريان المية، يعني زي ما يضرب ضربة يمسح على وجهه ضربة ويمسح على يديه وخلاص ويدفع. فالتيمم حتى يكون مقام مسلم ايه؟ الميت. وحتى لو الانسان جنب يتيمم ويبيح له الصلاة، بل ينوي به استباحة الصلاة. حيث إن التطهير بالماء يعم جميع الأعضاء في الحدث الأكبر وبعضها في الحدث الأصغر، وكان إنابة التراب عنهم بهذه الكيفية في مشقة وصعوبة، رخص لنا الشارع الحكيم المسح بالتراب وما في حكمه كالحجر مثلا أو الجير أو غير ذلك من أجزاء الأرض على الوجه واليدين أو الوجه والكفين كما في بعض الأحاديث، حتى لا يدفع حرج بحرج مثله. لأن مسح جميع الأعضاء بالتراب حرج، فالشارع الحكيم جعل المسح قاصرا على بعض الاعضاء دون بعض سواء كان الحدث اصغر. يعني صفه التيمم هي هي في الجنابه وفي الحدث الاصغر، مسح الوجه طبعا يخلع النظاره ويمسح وجهه، يعني يضرب ضربه يمسح ايه وجهه ويمسح يديه. واحنا عندنا المالكيه يضرب ضربه للوجه والضربه الثانيه للكتين، بس احنا بنمسح لغايه المرفق، بنمسح لكن الواجب لغايه الكوعين، يعني دول بس كده. يعني لو واحد مسح الوجه والكفين كفى، طب من الكوع هنا لغايه المرفق ده سنة، سواء حدث اصغر او حدث اكبر مش شرط. ان سيدنا عمرو بن العاص لما تمرق في التراب قاس التيمم على الوسط، فلما ما فيش ميه والليلة باردة شديدة وأصابته جنابة سيدنا عمرو فتمرق في التراب، فقال له أما كان يكفيك الوجه والكفان؟ يا عم يكفيك الوجه والكفان، هو تمرق في التراب ما كان زي الغسل فالتيمم في الجسم كله يعني. لكن لا، لكن شوف التيسير، يعني يمسح الوجه واليدين او الذراعين ويصلي. وذلك من فضل الله على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف دفع الحرارة، هذا دفع الحرارة، لأن مسح جميع الأعضاء بالتراب فيه حرج. فالشارع خفف عنه، يريد الله أن يخفف عنه وخلق الإنسان بعده. وإحنا عندنا الملكية كل ما صعد على وجه الأرض يتيمم عليه، حتى الثلج لو ما قدرناش نسيحه ونعمل ميه ممكن يتيمم عليه. هذه هي الحكمة من جعل التراب بدلا من الماء، لأن التراب لا يخلو منه مكان، وفيه إسلام للنفس الأمارة بالسوء، وفيه إظهار وامتثال العبد أمر الله تعالى، وبيانا لفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التيمم خاص به، ولم يكن في الأمم السابقة، لكن الوضوء موجود في إيه؟ في السنة، يعني من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، في سنة جميع الأنبياء والمرسلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا ثلاثا في المرة الثالثة يعني قال إيه؟ هذا وضوئي، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل. فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. القدر الذي يمسح في الخفين، قل ما هو القدر الواجب مسحه بالنسبة للخفين؟ يرى الحنفية أن القدر الواجب هو مسح مقدار ثلاثة أصابع كمسح الرأس، والمالكية يرون أن الواجب هو مسح جميع أعلى الخف، ويرى الشافعية أن الواجب هو أقل ما يطلق عليه اسم المسح، لأنه ورد الأمر به مطلقا فيتحقق بأية حالة من حالاته. قال الخطيب الشيباني: ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرد بظاهر أعلى الخف. قال الحنابلة: الواجب مسح أكثر أعلاه، والأمر فيه سعة، والعمل بأي قول من هذه الأقوال صحيح. يعني معروف الخف اللي بيتلبس، بس لازم يكون ساتر لمحل الفرد، يعني لازم يكون فوق الستين، فوق الدرس والكعبين، فلازم يكون ساتر لغاية فوق. الخف غير النعم، خوف شيء نعم شيء تاني. الخوف زي الشراب بس ايه؟ جلد بالضبط، موجود الان حتى لو هو مستسلم. هو طبعا المسح عليه جائز مطلقا، ما فيش يعني مرض او سفر او كلام زي كده، لا، بمعنى ان الانسان يتوضا الصبح مثلا يروح لابس، وباقي الصلوات في النهار يمسح على ايه؟ يعني يتوضا وضوء كامل ويجي عند الخف يروح ماسح. لو الثلاث اصابع مبلوله لو عمل كده يكفي من فوق، يعني لو بل الثلاث اصابع وعمل كده اهو كده يكفي، كما قال الامام ابو حنيفه. عندنا احنا المالكيه يحط ايد من فوق وإيد من تحت ويمسح، بس من فوق هو الواجب ومن تحت هو مندوب أو مستحب. يعني لو مسح فوق بس كده يكفي، هو ده الواجب. ودي فيها قول الإمام علي كما رواه أبو داود: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف من تحت يعني
اولى ايه من ظاهره. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره. والشافعيه قال اقل ما يطلق عليه اسم المسح. يعني ايه؟ لو مسح بصابع يكفي، لانه عندهم كما ذكرنا في الوضوء مسح الراس، قال لو مسح بعض شعره صح، شوف الشعر كامل شعره واحد من الراس، فعندهم الخف اقل مسح، لو مسح بصابع يكفي عند الشافعي. والحنابلة قالوا أكثر أعلام، يعني لو نص الرجل كده كده المنطقة دي يعني اللي هي الأعلى لغاية هنا. إحنا عند المالكية ممكن يقعد أسبوع أسبوع يمسح عليه، لكن عند الجمهور ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر. ده حكم الايه؟ المسح يعني. واحد يقول لبست الخف على طهارة ومسحت عليه ولكن خلعته بعد المسح عليه، هل خلعي له يبطل الوضوء؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال. القول الأول نزع الخف وخلعه يبطل الوضوء، هو قول الحنابلة والأوزاعي وإسحاق وأحد قولي الشافعي والإمام مالك، عند قول إيه؟ قول الجمهور أن الإنسان لو خلع الخف بطل الوضوء، يعني بمعنى أنه هيعيد إيه الوضوء من تاني الوضوء كاملا ويلبس الخف ثم يمسح عليه إن أراد. الثاني خلع الخف لا يبطل الوضوء لكن يجب غسل القدمين. الفرق بين نقول ايه؟ بطل المسح او بطل الوضوء. بطل الوضوء يبقى هنعيد الوضوء من تاني، لكن القول الثاني يقول لا يبطل الوضوء لكن يغسل القدمين، يعني كان الوضوء ناقص عضو واحنا هنغسل الايه؟ هذا العضو، لأن سائر أعضاء الوضوء مغسولة ولم يبقى إلا غسل القدمين، فإذا غسلهما كمل الوضوء ويصلي. وهذا قول الإمام أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والإمام أحمد في رواية. يعني كأن خلع الخف كالحدث، يعني زي اللي تبول أو خرج منه ريح، إذا خلع الخف يعني. لكن القول الثاني بيعتبره زي اللمعة، بيعتبره زي اللمعة بالضبط، كأن حدث لمعة واحد بيسل رجلين فيروح يغسل رجليه وكده يعني. سليم. لأن باقي أعضاء الوضوء مغسول. يبقى كأنه هيكمل الإيه؟ يكمله. ده كلام الإمام أبي حنيفة وقول للشافعي والواحد. القول الثالث إذا خلع الخفين لزمه غسل رجليه فورا. وإن أخره أخر الغسل استأنف الوضوء من جديد، وده مشهور مذهب الإمام مالك. المشهور مذهب الإمام مالك
أن خلع الخصر إذا دام مثلاً أكثر من 3 أو 4 دقائق يعني زي مقدار جفاف العضو يبقى الوضوء إيه؟ بطل. أما إذا يعني رد بسرعة ومسح عليه أو غسل رجليه يبقى إيه؟ بلا شيء. عمداً ولا؟ أيوه عمداً ولا عمداً ولا سهل. مفيش فرق. يعني أي خلع يعني هو يعتبر عضو وضوء بس فهل نكمل عليه ولا نعيد الوضوء من الثاني؟ اللي بيعتبره كعضو يقول يعيد الايه؟ غسل الرجلين من ثاني واللي بيعتبره ده حدث تاريخ يقول اتوضى من ثاني والقول الرابع أن نزع الخف لا يبطل المسح ولا يطالب بشيء وهو قول الحسن وقتاده وعطاءه الظاهرية وابراهيم النخعي واستدلوا بدليلين احدهما ان خلع الخف ليس بحدث يعني زي خروج الريح ولا البول والطهاره لا تبطل الا بالحدث يعني ما يخرج من السبيلين لا بد لكن خلع الخف مش داخل معانا في ايه؟ في الخارج من السبيل مش حدث يعني وثانيهما القياس على من حلق راسه او قلم اصفاره بعد الوضوء فانه لا يلزمه اعاده مسح الراس ولا غسل مكان تقليم الاظافر يعني احيانا واحد يمسح على الرأس في الوضوء ويطلع من هنا مثلا بعد ما يصلي ويروح ايه شايف راسه بالموس يبقى الشعر اللي اتمسح عليه مش موجود فشل لكن حكم الوضوء صحيح او واحد قص اظافره كانت طويله وقصها برضه ما قالوش اغسل تحت الاظافر. او واحد عنده جرح مثلا معمول له ايه ضربه بجسم كبير في الرجل او في اليد او في الوجه فشال جسم برضه وضوءه ايه؟ او وضوءه سليم. فقالوا كذلك ايه؟ الوضوء اذا نزع الخف لا يغسل. زي حلق الرأس وتقليم الأظافر ولأنه ليس بحدث
وتمشي على يابس مش هتاخد حاجه. الجاف على الجاف طاهر بلا فايده. يعني افرض انت جاي برضه من بعيد بالخوف ما لبستش حذاء لكن ماشي في طريق جاف ما فيهاش نجاسه، حتى وان كان فيها نجاسه لكنها يابسه، وجيت صليت لا شيء. لو انت رجلك مبلوله والارض جافه، اذا كانت الارض طاهره خلاص يعني ما فيش طريق دواب مثلا نجسه او دواب مثلا متبوله، حمار مثلا او بغل او فرس، دواب اللي هي معروفه غير مأكوله اللحمه. يعني مشيت في ارض طاهره حتى لو رديت لينه برضه مش حاجه. زي الطين لما يترش في الشارع، اذا كانت التراب طاهر وانت مشيت على ارض دي فيها طين لكن طاهر، ما اقول خلاص نقول الريك طاهر. لكن لو اماكن نجسه فيها نجاسه لا عليها ميه وانت خط فيها بالكليب تبقى رجليك لازم تغسل. لكن اماكن نجسه ورجليك وهي يابسه ورديك يابسه لا شيء، حتى لو لابس خوف عن صدري تعدى لان النجاسه مش هتنتقل وهي يابسه. والانسان يتوسوس، يعني في بعض الناس يبقى لابس من البيت مثلا حفيان الجيبس يا دوب مشى عدى الشارع او مشى على شيء بيته الكراع بيضة والعم بنغسل بيدي تاني. يعني كل هذه احتياطات عندك كده انت بس جاهل مش اكتر. يعني لو انت من اهل العلم مش تعمل كده، يقول لك اسهل لا متوضي ولا احسن يكون في نجاسه في الطريق. طب حتى لو في نجاسه وانت رجلك يابسه والنجاسه يابسه هتتنجد كيف النجاسه؟ يعني رجلك ما نضيس يعني مثلا ها؟ تبقى النجاسة انت ماشي؟ في واحد متوضي مثلا يشرب شاي بس. اه. يقول لك خلاص ما اصحاش معاك. ايوه. طيب يعني بفرض دي عشان ما دام الاكل والشرب طاهرة يقول لك يا عشان بس بقايا الاكل انت بتاكل نجاسة ولا ايه؟ ايه بقايا الاكل؟ كله طاهر. ده حكم غسل نزع الخوف. وطبعا اجاز المسح على الجورب ده اسمه جورب، الشراب يسموه الفقهاء الجورب. فاجاز المسح على الجورب الامام ابو حنيفه والامام احمد بشرط الا يصل الماء الى البشره، يعني ان يكون سخينا. ضربنا مثلا بشراب الرياضه، شراب الرياضيين قوي جدا وشراب الجيش ده لو انت مسحت عليه ما تشعرش بالمسح. لكن الشراب الصيفي ده الشرابات العاديه البسيطه دي الواحد يبقى واقف ويديه بلده من صوابع رجليه ظهر كده ما يعتبرش هنا يعني يمسح على شيء كالعدم. الشراب الرقيق كالعادة لا يبقى لازم
لازم يكون دوره. واحنا عندنا المالكيه والشافعيه قال لا بد من التجديد، يكون جوره مجلدا. عندنا احنا شرط التجديد يعني عشان يشبه الطفل ويمكن التتابع المشي. الشراب التخين ممكن يمسى عليه، لكن شراب رقيق يعني افتى بجواز المسح عليه يعني نسل المحدثين الشيخ القرضاوي والشيخ ابن عثيمين ومجموعه كده ايه والشيخ الممتاز ابن معلول يعني اجاز المسح على اي شراب، لكن طبعا الفتوى فيها تساهل يعني فيها تساهل بالاحتياط ان الانسان يمسح على الجورب التخين، انما الرقيق ما فيش داعي خلاص يعني. هو حتى الرقيق ده الانسان يقلعه ويرسم فيه. هو الرقيق ده لو مشي بيه على الارض يتدفى. لو مشي فيه خطوتين هتلاقيه يتدفى. يعني ما يشبهش حتى الكفر ولا يشبه الجورب اللي قالوا عليه العلماء الجورب المجلد. ده ما هو لبسه الا زينه فقط مش اكثر. يعني لا يحمي من حر ولا برد. مجرد زينه فقط. نرجو بيان الحكم الشرعي في الختان. الجواب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الختان ضمن خصال الفطرة، فقال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أخرجه السبعة يعني في الصحيحين والسنن الأربعة والجمع. الاستحداد هو حق العانة بالمسلم، هذا معنى الاستحداد. والختان كسر الجيم هو في حق الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كله. يعني بالنسبة للذكر معروف جلدة زائدة تغطي الرأس، رأس فدي تتشال كلها. طبعا عشان طبيا يعني البول والوسخ بيدخل فيها وتراكم تحتها بيحصل فيها التهابات الجسمية، ولذلك يقال لها طهارة. قال لها ايه؟ طهارة. ولذلك إذا لم يختتن بل تكره إمامته وكرهت إمامة الأغلف اللي هو ايه؟ غير الطاهر كما يقولون. مكروه إمامته يعني لعدم تمام طهارته. طهارة تؤدي طهارة الايه؟ المختتن. فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا، يعني ما ينفعش قطع البعض. وحكى الرافعي عن الحج أنه قال: عندي أنه يكفي قطع شيء من القلف وإن قل، بشرط أن يستوعب القطع تدويل رأسه، يعني حتى لو ظهر الرأس، يعني مش كل الرأس مثلا، مقدارها قال يكفي. ولكن هذا شاذ وضعيف كما قال الإمام النووي، يعني لابد أن يقطع الجلدة كلها بحيث تظهر رأس الذكر كله. قال: أما الختان في حق الأنثى فهو قطع جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك. طبعا بالنسبة لحكم الختان للذكر، طبعا اختلف الفقهاء في حكم الختان للذكر،
ذهب الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء السلف أن ختان الذكر واجب يأثم تاركه، بس يأثم ولي الأمر طبعا، هو ما ختانش الولد لأن هو المخاطب، هو الصمد باله من الأمر. وعند الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية أنه سنة، وقد حكاه الرافعي وجه عند الشافعي، إلا أن الإمام النووي قال عن هذا الوجه أنه شاذ، يعني الراجع عند الشافعي أنه وجه وعند الإمام أحمد. قال الشيخ القرضاوي: لكن القول بالوجود قد يكون فيه تشديد على الداخلين الجدد في الإسلام، يعني الواحد يسلم من اليهود أو النصارى أو كبير السن دلوقتي مثلا، لو قلنا له اختتن فيها شدة عليها، نريد عايز عملية جراحية، ها يعني الختان الكبير ده صعب وليس سهل. يقول الشيخ القرضاوي: وقد حدثني وزير الشؤون الدينية في أندلسي في أول زيارة لي إليها في أواسط السبعينيات من القرن العشرين، يعني 40 سنة، أن قبيلة كبيرة من قبائل أندلسي أرادوا الدخول في الإسلام، فاتصل زعماؤهم ببعض كبار المشايخ من المسلمين ليعرفوا منهم ماذا يطلب منهم من طقوس الدخول في دين الاسلام. يعني القبيله دي تسال ايه المطلوب مننا علشان ندخل في الاسلام؟ ايه الخطوات؟ فما كان من هؤلاء المشايخ الا ان قالوا لهم: اول ما يطلب منكم ان تختتنوا جميعا. اول حاجه الطلاق. قال: وكانت النتيجة المؤسفة أن القوم توجسوا كيفة من هذه الجراحات الجماعية وأعرضوا عن الإسلام، وخسرهم المسلمون وبقوا على وثنيتهم. لذلك قال الفقهاء: إذا أسلم الرجل ولم يطق الختان يطلق. بس حتى على رأي الإمام أبي حنيفة والمالك سنة، وأنت تشترط عليه تقول له: أول ما أنت تخش في الإسلام تطلق. إزاي يعني؟ هنعمل لك عملية جراحية. طبعا يعز عليه الاسم هو طبعا، انه ايه؟ اول ما يخش الاسلام يتجرح. يعني امر صعب وسهل ومكان حساس ومحرج ومؤلم من جميع النواحي. ها؟ حتى عندنا احنا المالكيه يقولوا انه البالغ يختن نفسه ان استطاع، عشان محدش يطلع على عورته الا هو. بل فان لم يستطع سقط الختان. لكن الجاهل الفتوى كثير جدا. يعني قال الاول كان حاجه تعملوها انكم جميعا تختلفوا. طب يبقى هنعمل ايه؟ مستشفى عقد الختان؟ ويركض على سر اسبوعين علشان لما يطيب. ها؟ امور صعبه. يعني هو ده برضه ده شرط الدخول في الاسلام، مش تقول له لا اله الا الله محمد رسول الله واغتسل وتشهد وصلي وتوب الى الله وزكي وحج. الاختتان ده حتى العلماء مختلفين في حكمه اولا
وختان البدن اللي حتى دي حكم تاني. يعني البدن لا يختم نفسه الا ما يستطع سقط عنه ولا يكشف عوره في الحلق. لكن شوف يعني فعلا من افتي بغير علم كان اسمه على من افتى. هكذا قال عزيز. يعني اسم هؤلاء الذين لم يدخلوا في الاسلام خوفا على انفسهم في رقبه هذا الجاهل ولا نقول العالم. لان لو كان عالما لافتاهم صواب. وإذا قلنا إنه واجب أو سنة في حق الذكر فله فوائد لا تخفى على أحد. منها أن الختان يمنع الأقذار عن الذكر، لأن هذه الأقذار تتجمع تحت القلفة وتصبح بيئة لتوالد الميكروبات والروائح الكريهة، لأن البول يتجمع تحتها. دي أول فائدة للختان. اثنين، يقلل الختان من احتمالات إصابة الذكر بمرض الزبد. مرض الزبد مرض يصيب الأعضاء التناسلية، حيث ثبت أن ميكروب هذا المرض يتخيل القلفة بالذات ينمو تحتها، يعني ينمو في الجلد. ميكروب الزبد ينمو في تحت هذه الجلد، فهو وقاية من هذا المرض الخطير. بل كما يقلل من إمكانية إصابة الذكر بالأورام والسرطان بأنواعه. كل ده سبب أثبته العلم التجريبي. أثبته العلم التجريبي. أما حكم ختان الإناث فيرى الشافعية والحنابلة في الرواية نشأ لهم أن ختان الإناث واجب كختان الذكر. يعني الشافعية والحنابلة عندهم ختان الذكر واجب وختان الإناث واجب، والحنفية يقولون له سنة. له سنة. وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام مالك وبعض أهل العلم. حكاه الرافعي وجها للشافعية إلا أن النووي قال إنه شاذ. وعندنا احنا الأشهر عند المالكية أنه مندوب. مندوب. المندوب أقل من السنة. فهو يعني حكم ختان الإناث بحكم ختان الذكر، إلا أن عندنا احنا الملكية بس قولان، كلا سنة وكلا مندوب. لكن هو واجب عند الإمام الشافعي وأحمد وسنة عند الإمام أبي حنيفة. ويعبر بعض الفقهاء عن ختان الإناث لأنه مكروه عند نحن الملكية، أي شيء مستحسن عرفا لهم، وأنه لم يرد نص من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. والمتأمل في ختان الإناث يجد أنه قد أخذ حيزا كبيرا من المناقشات في الندوات والمؤتمرات، وتبارى كل واحد امام الاخر مثل ما يراه من الجميع.
لأنها قضية بسيطة لكن خدت يعني حجما كبيرا جدا. يعقد لها مؤتمر مثلا الختان وحكمه معروف عند الفقهاء مش يحتاج. وطبعا لا يشك عاقل في أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم والموطأ وفي أكثر كتب أهل السنة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل يدل على جواز ختان الذكر ختان الأنثى. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لكن هل يدل على الوجوب أو السنين؟ ده محل خلاف بين الفقهاء. لكن هم الناس الذين يفتون في دين الله وهي العلم يقول لك ايه؟ ما فيش حديث صحيح يدل على ختان الإناث، مش الوجوب أو السنية، بل يدل على ختان الإناث. طب ما يكفيك هذا الحديث؟ إذا التقى الختانان في القضية والإنسان يجي يقول لك إيه؟ ده التغليب جاي. التغليب في اللغة العربية معروف، ده مش من هذا الباب. تكبر الشمسان، القمران على شمس القمر، العمران على سيدنا أبو بكر وعمر مثلا. لما الختانان ختان وختان، فين التغليب؟ مفيش حاجة اسمها إيه؟ تغليب في شيء متحد، ده ختان وده ختان. ومثل ذلك يقال في قوله للسيدة أم عطية التي كانت تختن النساء في المدينة، قال لها أشمي ولا تنهكي، أي اترك الموضع أشم، والأشم المرتفع، ولا تنهكي يعني لا تقطع الجلدة من أصله. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن ها أخذ به، ودي نقطة طبية مهمة جدا جدا جدا. قال أحد العلماء الأطباء قوله صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أي يجب أن يكون الخفض، لأنه اسمه الخفاض. أما العلماء قالوا إيه؟ يقال لختان الأنثى الخفاض تفريقا بينه وبين ختان الذكر، يقال له الخفاض، لأن في بعض الروايات اخفضي ولا تنهكي. أن يكون الخفض بقطع يسير جدا شبهه بمجرد الشم، وشم الشيء لا ينقص منه شيئا، والمعنى اترك الموضع كما هو مرتفعا، واقطعي أقصاه الأعلى فقط ولا تمالكه. هذا الأمر لأم عطية رضي الله عنها هل يفيد الوجوب أو الندب أو الإرشاد؟ من الفقهاء من قال له للإرشاد، وهذا هو الرأي، لأنه يتعلق بتدبير أمر دنيوي، أمر دنيوي وتحقيق مصلحة بشرية للناس، لأن ده أمر يتعلق بظاهر الجسم. قد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية حين قال لا تنهكي فإن ذلك أحصى للمرأة وأحب إلى البعض. يبقى لا تنهكي برضه لا تزيل الجلد من أصله، فإن ذلك أحصى للمرأة، لأن شيل الجلد من أصلها يقضي على الاشتهاء، يقضي على الشهوة. وده طبعا
يضر الرجل يضر المرأة الاثنين. قال فإن ذلك أحسن للمرأة وأحق إلى البعض عن الزوج. بعدين يعني بعض الناس يلبس في العلم. ولكن قال ابن الحاج المالكي في المدخل وأهل المغرب جميعا لا يختنون. هو كده بيكذب على العالم. يعني زي ما جينا في المدخل قال وأهل المغرب يخلقون بغير هذه الجلدة ومن ثم فلا يختنون. شوف التحريف، شوف التحريف. يعني عامل الناس دي بلاغيس يضحك عليهم ازاي؟ ها؟ ينفع تكون امين في النقل؟ تقول اللي انت قراته ولا انت اعمى ولا ما تدلس على الناس من التنمية؟ اما العلماء قال ده العلماء قالوا في الفقه لو ولد الانسان من غير قلفه من غير جلد يستحق امرار الموسى كما في الحج في يوم العيد بعد رمي جمره العقبه. واحد رمى جمره العقبه وراسه اصنع مع الوش فعل برضه يمر الموسى على راسه حتى ولو ما فيش شعر امتثالا للامر. فهنا برضه كذلك اللي يفقد من غير جلد يستحق امرار الموسى على الحشفه. يعني لو فيه كانت تفقد امتثالا للامر. هكذا قال العلماء. فالمراه التي تخلق من غير هذه الجلده والذكر الذي يولد من غير هذه الجلده خلاص يسقط في حقه القتال وان كان يستحق امرار الموسى. ده حتى قال العلماء ان في بعض البنات الصغيرات يعني بتبقى الجلده دي عاليه خارجه من الفرد كناحيه جماليه لابد من قطع جزء منها حتى تكون كالمراه المعتاده. تطلع قرار بأن قتال الناس جريمة وجنحة والطبيب الذي يمارسه يقدر عليه بكذا ويفصل من العمل دي ايه في الجريمة دي ليه؟ وبعد 1430 سنة ليه الجريمة دي نكتب؟ طب كله بيختتن وكله بيخلف وبيولد محدش فكر من قتال ابدا. الكلام ده كلام الختان ده والحديث عنه والتنبيه عليه ده جاي من مؤتمر السكان الشيوعي العلماني الذي لا يؤمن بدين عايز يعمل المجتمعات الاسلاميه كالمجتمعات الغربيه. يبقى في شواذ للنساء علشان يقصر الزنا والعياذ بالله. مش أكثر من هذا. وإلا يعني في حد بيتنبه لحاجة بعد 1400 سنة وزيادة لسه بنسحته دلوقتي؟ أو كل العلماء دي كانت نايمة؟ كل العلماء 14 قرن دي كانت نايمة ودي تمتوا الآن سحيته؟ قلت لا. يقول لك إيه؟ الختان عادة فرعونية مصرية لا أساس لها من الشريعة. من إيه ده كل ده؟ من إيه كلام العلماء ده؟ في صالة الفطرة وداخل معانا في أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي. الختان كيف؟ سبحان الله العظيم حاجة غريبة جدا. حاجة غريبة. طب ده بعد شوية عايزين يلقوا الأسرة والزواج عايزين يلغوا
لكن ليه بقى تتقيد بالمرأة ليه؟ لا، هم طبعا عندهم ايه؟ تعدد الصديقة واتخاذ الأخدان. عايزين نبطل حكاية الأسرة دي، الواحد ايه؟ الواحد بس في البيت، لا، عايز يعيش حصيلة تهاني، بابا معدول، يلا. يعني عايزين يكونوا صورة للمجتمع الغربي، صورة المجتمع الغربي يزرعوها هنا. ابتسام؟ مؤتمر السكان اللي جاي يتناقش في بلد الأزهر بيناقش الكلام ده. هو الحاجة بقى إيه من الختان؟ عشان يكسر الزنا. مش أكثر من هذا. في كلمتين ملخص في كلمتين. لأنه ما حد من العلماء جعل من الختان ده الأمر البسيط ده قضية علته. تسأل الرأي العام أيام وساعات ومؤتمرات عشان حاجة يعني من الأمور الفطرية، يعني من أصل الخلقة، حاجة بتخلق يولد بها الإنسان في سن معينة تزال أو يؤخذ منها شيء بسيط في المرأة وخلص، ما حد شكى منها لا من العلماء ولا من الأطباء قبل ذلك. سبحان الله. ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم ما ختنش بناتي. طب مش قال لك امور؟ قال لك امور؟ انا ما ختنش بناتي. بعدين قالوا ما قالش، قالوا طيب العلماء قالوا ان الختان حتى في الذكر مبني على الخفاء. يعني الختان ده من الامور او الشعائر التي تعمل في الخفاء على عكس العرس. العرس فيه الإشهار، والختان السنة فيه الإخفاء. حتى جدتك أفقى منهم، جدتك المرأة العجوز اللي كانت تقول إيه؟ اظهر عرسك واخفضه، يبقى أفقى منه صح؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح يضرب عليه كلام جدتك صح؟ شرعي. انما الطهور ده محدش يطلع طبعا ايه؟ عربية يقول انا طاهر مثلا. ها؟ فلان وفلان. مبني على الخفاء. الطبيب كان حسن. الحرصة
بل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى لا يحصل ضرر. من قواعد لا ضرر ولا ضرار. إن كنتم تقولوا فيه ضرر، ما فيش ضرر. يعلمنا أن نعمل أن نفعل 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 أن نعمل أن نفعل